أيها الآباء، أيتها الأمهات، هم القادة الحقيقيون، هم أجمل وأطهر الناس. محمود قبل ما استشهد بالضبط كان شهرين وست أيام خارج من السجن، قضى 6 سنين ونص، وهو حافظ الكتاب الله كامل، وخلص جامعته في السجن 5 سنين علوم اجتماعية وعلوم إنسانية واجتماعية، وأخذ الشامل وطلعت نتيجة يوم استشهد، اللي هو استشهد في 26/9 إلى هلكيت بالضبط، يعني ما يقارب الشهرين محتجز، وإحنا بنطالب في استرداد جثمينهم لأن إكرام الميت دفنه.